حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور ومرحبا على شاشة القاهرة الإخبارية. لماذا برأيك تكرر إسرائيل من خلال قواتها العسكرية الموجودة على أرض قطاع غزة استهداف سكان القطاع الذين يذهبون لاستقبال القليل من المساعدات الإنسانية؟ يعني بداية تحية لك والمشاهدين، ونسأل الله السلامة للشعب الفلسطيني الآن الذي يتعرض إلى أبشع وأخطر وأصعب يعني أصعب جرائم تنتهك في القرن 21. وعلى مر التاريخ الفلسطيني في هذا الصراع لم يكن هناك جرائم بهذا المستوى وهذه الوحشية والدموية التي ترتكبها حكومة الاحتلال. الاحتلال ردا على سؤالك أخي أستاذ محمد، الاحتلال الإسرائيلي يقوم بشكل ممنهج ومخطط له لاستهداف عدة نواحي في الشعب الفلسطيني وفي غزة تحديدا. أولا يريد أن يقضي على كل مناحي الحياة ويدمر الحياة، وتدمير الحياة يعني لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش، وأي إنسان بالعالم لا يمكن أن يعيش في منطقة مدمرة أو منطقة غير يعني آدمية من حيث البنية التحتية ومن حيث الإمكانيات والاحتياجات الأساسية، حتى إمكانية الزراعة غير متاحة، حتى المياه، الكهرباء، المواد الغذائية غير متاحة، وبالتالي كل مناحي الحياة. أضف إلى ذلك على المستوى التعليمي، على المستوى الصحي، على الاتصالات، وسائل التواصل الاجتماعي. نحن يعني في منطقة شمال غزة تم إعادة الشعب الفلسطيني أو هذه المنطقة إلى أكثر من يمكن حوالي 500 عام على الأكثر، لأن قبل 100 عام على الأقل كان هناك أكثر تطورا، كان هناك حياة وفي عمل مدني وإنساني بشكل واضح. قبل 200 عام كان هناك تعليم، وكان هناك مدارس، وكان هناك كتاتيب، وكان هناك مستشفيات ومستوصفات طبية. قبل 200-300 عام كان هناك أيضا تجارة وحركة طبيعية جدا. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يعيدنا إلى ما وراء التاريخ، ولهذا الشعب الفلسطيني يتعرض إلى هذه العمليات من حيث القتل والتدمير والتجويع بشكل أو بآخر. الأمر الآخر من هذه العملية وهذه الاستهدافات التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي هو يريد أن يجبر الشعب الفلسطيني على الرحيل. إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية التي يقوم بها من خلال التجويع، لأنه أنت عندما تتعرض إلى هذه الانتهاكات وهذا القتل وهذا التدمير وهذا التجويع بكل أشكاله، يعني ليس لك يعني إلا أن تغادر هذا الوطن، لأنه لا أحد يستطيع أن يقدم لك المساعدة. إذا كان المجتمع الدولي يتخاذل ويقف متفرجا، وللأسف الدول العربية تقف متفرجة ولا تستطيع أن تفعل شيء إلا إلقاء المساعدات من الطيران أحيانا، هذا شيء معيب، لأن المجتمع الدولي الذي خلق وصنع إسرائيل على وجه الأرض يستطيع أن يبيد إسرائيل المجتمع الدولي، لا يستجدي إسرائيل بأن يدخل مساعدات. الولايات المتحدة تستطيع أن تقول لإسرائيل كفى كفى بكفي، يعني تستطيع بدل من أن ترسل طائرات مساعدات بعض الطعام حتى يعني يأكل قبل أن يموت، ترسل أسلحة للاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، توقف إرسال الأسلحة. ولا نريد طعام الشعب الفلسطيني، فقط إيقاف إرسال الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، فقط وقف هذا النزيف من خلال وقف الفيتو التي تستخدمه كل يومين ثلاثة، تقوم باستخدام الفيتو والتهديد باستخدام الفيتو، وعلى الجانب الآخر تسوق للشعب للأمة العربية وللشعب الأمريكي نفسه، لأنه هناك جمهور من الناخبين يرفضون سياسة بايدن، تقول الولايات المتحدة أنها تريد دعم الشعب الفلسطيني، تريد مساعدة الشعب الفلسطيني، وقف الدمار الذي يحدث. وقف الدمار يبدأ من وقف الحرب، وقف الدمار ووقف القتل ووقف التدمير يبدأ من يعني رفع الفيتو للاحتلال الإسرائيلي. قف كفى، لا نسمح لك أن تقوم بقتل المدنيين بهذا الشكل. وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان،
انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي، وأصبح المجتمع الدولي، أنا برأيي أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن هذه الجريمة، وهو الذي يتحمل هذه المسؤولية الكارثة الكبيرة التي تحدث في الشعب الفلسطيني. لا. بسبب أن المجتمع الدولي هو الذي جاء بإسرائيل إلى فلسطين، وهو الذي سوق علينا فكرة إسرائيل والسلام وحل الدولتين. المجتمع الدولي هو الذي صنع إسرائيل، وهو الذي يعجز عن أو لا يريد، خلينا نكون دقيقين أكثر، لا يريد أن يقيم دولة فلسطين وأن يحرر الشعب الفلسطيني، أو على الأقل لا يريد أن يعيش الشعب الفلسطيني بشكل إنساني طبيعي. من غير المفهوم دكتور أن هذه الحادثة تتكرر لثالث مرة في غضون أيام. الحادثة الأولى في دوار النابلس راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، وأيضا العشرات من الجرحى، ربما وصلوا إلى أعداد كبيرة من الجرحى في هذه العملية، ورغم النداءات الدولية بوقف إسرائيل هذه الممارسات إلا أنها تكرر مرة أخرى. ما الخطر الذي يحمل هؤلاء الساعون لنيل قليل من المساعدات التي تدخل لا سيما في وسط وشمال قطاع غزة؟ هي الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يوصل رسالة للعالم بأنه يريد أن يفكك شيء اسمه الأنروا، وهي مؤسسة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت عام 1949، وهي أنشئت فيما بعد في شهر مايو 1950، أنشئت بغرض إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين جاءوا وحلت بهم النكبة في عام 48 بسبب قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت إسرائيل. وبالتالي كل هؤلاء اللاجئين الذين يتعرضون في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين، والذين شردوا من ديارهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يكون احتلال المجتمع الدولي. الآن الاحتلال الإسرائيلي من طغيانه ومن جبروته ومن يعني عربدته على المجتمع الدولي وعلى القانون الدولي، هو يقوم بشكل مباشر بمنع الأنروا أن تعمل في الأراضي الفلسطينية، هذا أولا. وثانيا يريد إحداث حالة من الانهيار المعنوي والنفسي لتدمير كل ما يتعلق بالوجود الإنساني الفلسطيني، لترحيل هذا الإنسان وتهجيره بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يصبح أنه يتمنى أن يغادر فلسطين أفضل من أن يظل فيها ويموت بهذه الطريقة المهينة، المهينة ليس للشعب الفلسطيني، المهينة أيضا للمجتمع الدولي ولحقوق الإنسان. ولذلك الاستهداف الإسرائيلي يستهدف الوجود الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويستهدف حتى أيضا مؤسسات الأنروا، لأن مؤسسة الأنروا وهي التي ساعدت الشعب الفلسطيني على التماسك طيلة أكثر من 75 عاما، وهي تقدم المعونات الدولية والإنسانية للشعب الفلسطيني. أنا بالنسبة لي على المستوى السياسي وبرؤية السياسية أن الأنروا يعني كانت جزءا أيضا من المجتمع الدولي الذي كان متآمرا على القضية الفلسطينية، وهي جاءت لأن تجعل الشعب الفلسطيني يعيش بهذا الواقع كما هو. ولكن بكل أسف وبكل مرارة المجتمع الدولي ظل يدعم هذه الأنروا ويبتز فيها أحيانا، وقتما يعني ترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن توفر أي يعني غطاء أو ضمانات لحل القضية الفلسطينية وإعادة اللاجئين. وحتى هذه اللحظة نحن في مشكلة، وتتراكم هذه المشكلة بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي. الحل الوحيد في هذا الأمر، أنا برأيي الحل الوحيد في هذا الأمر أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يتخذ خطوات جادة لوقف نزيف هذه الحرب، وقف نزيف هذا الاحتلال للشعب الفلسطيني وهذا الدمار الذي يحل بالشعب الفلسطيني، وعلى الاحتلال، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية أيضا إزالة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، إزالته وكنس الاحتلال من أرض الفلسطينية كما جاء به إلى أراضي فلسطين. عليه أن يقوم بمساعدة الشعب الفلسطيني ومنحه حقه في تقرير المصير كما أقرت الأمم المتحدة في عام 1948. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة.